Drodzy Państwa, przyjaciele, z dumą i godnością mojego narodu palestyńskiego chciałbym wyrazić uznanie tym, którzy udzielili naszemu narodowi wsparcia politycznego, finansowego i moralnego. Al-ikhwa wal-akhawat wal-asdiqa, ummatina wa abnaa sha'bina. U'abbiru an taqdiri sha'bina al-filistyni likulli man qaddama ad-da'm li sha'bina siyasiyan, maddiyan wa ma'nawiyan. أنحن احتراما لشعبنا الفلسطيني على ما تحمله من مآسي ومعاناة لسدنة القدس للفلاح الزارع لأرضه للأم التي زرعت القيم الإنسانية وحب الحياة في أبنائها للشهيد والجريح والأسير للعامل للطالب للطبيب والمهندس للشرطي لكل مقاتل من أجل مستقبلنا مناضل من أجل حريتنا وكلهم قدموا الكثير على طريق فلسطين الوطن والدولة والهوية اليوم هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهي مناسبة لأستذكر معكم بعض ما تعرض له الشعب الفلسطيني منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم من النكبة إلى النكسة واحتلال أرضنا وتشريد شعبنا إلى البحث عن السلام الذي لم يستكمل والأمل الذي تحول إلى سراب تلك التواريخ وغيرها من الأحداث تستدعي تحويل هذه المناسبة من يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى آليات عمل لتفعيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لا يوجد شعب زائد في العالم العالم ينقصه دولة هي دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 الإخوة والأصدقاء لقد أكدت القيادة الفلسطينية مرارا وتكرارا دعوتها لحل سياسي سلمي للصراع بل ودعت عبر الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي يفضي إلى حل شامل ونهائي لكافة قضايا الصراع وفق برنامج وجدول زمني واضح ومحدد وهي فرصة لا يجب إضاعتها وهذا ما على العالم أن يدركه ويعمل من أجله مرة أخرى أشكر وقفتكم وتضامنكم مع شعبنا وقضيتنا وموعدنا القدس بإذن الله يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون